الجزائر كانت أكثر الدول تضرراً من الإرهاب، وقد دفعنا ثمناً غالياً في مكافحته لإنقاذ الدولة الوطنية. وأننا واجهنا هذه الظاهرة لمدة حوالي 10 سنوات أواخر 90s، ولم ينتبه العالم إلى مأساتنا إلا بعد أحداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخرط المجتمع الدولي في مكافحة هذه الظاهرة. ثالثاً، عددنا شريعات وطنية لمكافحة هذه الآفة، ونسقنا جهودنا مع المجتمع الدولي في ظل احترام الاتفاقية الدولية. 4، حاولنا خلال هذه المعركة إيجاد التوازن المطلوب بين دواعي مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الحقوق والحريات. بادرنا إلى الدعوة إلى تجريم الفدية مقابل الإفراج عن المخطوفين لتجفيف منابع الإرهاب، إيمانا منا بأن التمويل المالي هو السلاح الفتاك في يد الإرهابيين.